مرحبا بدغاشي باي اس، انا سوما. اليوم راح اعمل الانبوكسينج بما انني ما عم بطلع كثير وما عم بعرف اطلع كثير، فقلت الشوبينج يجي لعندي. ف اي ريسيفد ذيس بوكس يسترداي، جتني امبارح من ويب سايت اسمه بيوتيليش. دي ار اوسم، يعني انا فكرت رح تاخذ القصه فور ايفر، بس نزلت الاوردر نهار الاثنين الصبح اللي هو باليو اس اي ثينك لأحد بالليل، ولا الصبح تبعوا الاثنين كثير باكير يعني early morning. ف as soon as they opened، يعني لما فتحوا اثنين بعد الظهر باليو اس يعني the US time، دغري they shipped الايتمز ووصلوني امبارح. ف I was a good girl وما فتحته، قلت انه I'm gonna do an unboxing بنفتحه سوا. فيلا نبلش. مثل ما قلت it is a beauty lish، هو اسم الويب سايت، وفيها very high end ولا high end makeup. هيدا الميكاب منه موجود بدبي، دورت عليه، في موجود بويب سايت هيك بيبعتوا لك كاش اون ديليفري، بس كان بدي اشتريه من مصدر موثوق منه لتكون the very best original quality. فيلا نبلش. فهيدا هو البوكس من جوا، والماركة ولا البراند هي اسمها جيفري ستار كوزمتكس. يلي بيعرف جيفري، خلينا نحكي اول شيء عن جيفري ستار. هو هي از سينجر، سونغ رايتر، موديل، a very famous youtuber. اذا بدكم فيكم تدوروا عليه باليوتيوب جيفري ستار، كتير مشهور worldwide. وبعد ولا من قبل شي سنتين تقريبا، يمكن 3 سنين ماني متذكرة، he launched his own makeup line، يعني هو اللي صار عم بيعمل الميكاب تبعه. وأنا سمعت كتير قصص منيحة على هيدا الميكاب، لأنه he was a makeup artist، he is still a makeup artist، شغل بالماك كاونتر لسنين وسنين. ف most of the youtubers، وأنا عم بحكي مثلا عن Americans، ما عم بحكي no offense، زين عم بحكي يعني المسيرة تبعون هون المهنية بالميك اب، they know what is the makeup، شو الناس exactly what they are looking for in a makeup، يعني the texture تبعوا للبرودكت، الكواليتي تبعوا للبرودكت، ال quantity تبعوا للبرودكت، لأنه هون في كمان quantity. فهو كتير he was very particular، وهذا اللي سمعته، وهذا اللي انقال بكل ال يعني social media from a very professional makeup artist and people. الفورمولا تبعوا his products دايما بيبعتهم على اللاب، وبعدين بيرجعوا لعنده يعني بيعمل test and then بيبعتهم على اللاب، يعني back and forth من عنده لللاب، لا طلع بالفورمولا يلي هو بيرتقيها. وكتير عالم يعني بيشهدوا على هيدي القصة، يلي بيعرفوا بيعرف انه انا دغري بس شفت الباكجين عرفت انه كل هيدول رسومات، هيدول كلياتهم يلي بالورقة هني التاتوز، لانه جيفري ستار معروف انه كله مليان بتاتوز، ما بيناتهم المونوغرام تبعه للالفي اللي هو هون، فهيدول كلهم the tattoos اللي بجسمه. and then plus هون مكتوب Beautylish presents Jeffree Star Cosmetic اللي هو المونوغرام تابعه له، الماركة تابعه له اللي هي the star ولا النجمة. اوكي هيدول palettes، وانا كان بدي اشتري palettes eye shadows، دورت كتير، كنت بدي اشتري تبعو انا صارت بيفرلي هيلز، بس شفت ريفيوز شي بيبكي، فقلت لا شو بدي انا يعني فوت هيك بالحيط. كان بدي اشتري من هودا بيوتي كمان، الكالرز ما كتير عجبوني. ف ذيز ار اوسم اوسم، هيدا اللي شفته بال يعني الويب سايت. ف ال بالت اسمها The Beauty Killer، هو عنده اثنين ولا ثلاثة، أنا طلبت اثنين. ف The Beauty Killer بتيجي ببينك بوكس، بتيجي هون النجم مثل ما قلت المونوغرام تبعه لجيفري ستار، بتيجي من ورا ميرور من هون، لما أعملكم عينيكم هيدول هني الكالرز. أول واحد الستار باور اللي هو الفوشيا ولا الفوشيا، well yes they are pigmented actually. الثاني واحد البينكيش وان، اي ثينك فيهم يستعملوا ذاتس بيوتيفول، فيكم ولا فيهم يستعملوا ولا تستعمل حتى الهايلايتر ذيس كولر، اتس ريلي بريتي.
تالت واحد فيولانس او غاد they are pigmented very pigmented. فهيدا البيربل. رح نروح على ريتش بيتش اللي هو الجولد. yes they are the very smooth very silky. الفورمولا رهيبه جدا not chalky at all. يعني لما نزلت اصابيعي ما طار الاي شادو everywhere. اخر واحد هو كورتني. oh my god it's a nude color. كتير حلو هيدا. انا كتير عجبني كتير حبيته. رح نروح لتاني ميل تاني ايد قصدي اللي تحت. رح نبلش بإكسبنسيف اللي هو بلو او دي ار اكستريملي بيجمنتد. هيدا هو ازرق and it has kind of it is matte with sparkle. ما بعرف it makes يعني if it makes any sense بس هو مات بس في هيك في هيك مثل الضوء. Confession اللي هو المارون. This is pretty as well. الفانيتي اللي هو it's a brown, it's not a purple. It's a very dark brown color. هلا تشاينا وايت اللي هو الاوف وايت. انا عمري ما شفت يعني جربت 50,000 ماركة عمري ما كان شي وايت هيك بهال يعني this shade. هيدا هو. واخر واحد is the black rainbow اللي هو على اسود وفي كمان هيك ال kind of glitter. it's matte يعني اللون it's not shimmery بس في هيك sparkles. فهيدول كل الالوان. انا ما بدي يكون يعني القصة طويلة جدا. this is the palette I'm so excited to use it. انا جبت منها اثنين لانه this one is a gift and this one is هيدي على مالون بس البوكس على تقريبا شوي مثل العلبة الثانية بس اللي فوقيها. وعلى فكرة جيفري ستار كل الميك اب تبعوا له is vegan cruelty free. فهيدا it's a faux leather ولا يعني جلد منه حقيقي مثل هيك على كروكودايل ولا على ليزرد ما بعرف يعني it feels really really nice luxurious. طبعا with the monogram ولا اللوجو تبعوا له الستار. او ماي جاد اوكي فيها فول سايز ميرور وضع لما يعني يكون كلياتها ميرور. وهيدول هن الالوان. في هيدا فروستين كمان مثل تقريبا بروبلي خلينا نشوف. اوف كورس بدنا كل الغطاء بس ما توقع الباليت. اوكي تقريبا it's not the same thing. هيدا الجولد هيدا it's very it's very dark بس هيدا it is more settled. هيدا هو it's more frosting. في safe word it is kind of nude but a little bit more يعني dark tone. في هون charm اللي هو orange بس a cool tone. في هيدا deja vu it's a very bright shimmery brown مش كمان it's like a chrome. صار على أصابعي هلا إن شاء الله ما طلعت ياي. هيدا dominatrix هيدا swallow هيدا poison هيدا military هيدا fetish هيدا androgyny اسم ال palette. فهيدول كل الألوان ألوان كتير حلوة very settled ولا not settled ذي يعني الكلون غوامي ده very subtle but anyway كلون الوان خفيفية بتصور. this is the highlighter الاسم هون هو ما بسميه هون highlighter بس بسميه هون skin frost. فهيدا هو الفراستين اسمه the peach goddess. هاي هو الاسم. النت ويت بتصور 15 جرام. هيدا مثلا البيكا الهايلايتر يلي هو 7 جرام وهيدا 15 it's like فوق النص والاسعار شوي هيدا ارخص من هيدا and you get a double. فهيدا البيكا وهيدا البيتش غادس من الجيفري سار. it's very weird. انا سمعت كتير ناس البروفيشنالز عم بقول يعني ناس مش الناس من الشارع قالوا انه يعني اخذوا هيدول الباليتس وشالوا يعني شالوا كل اي شادو لحاله
وزنوهن لقيوا انه اقل شيء مثلا في 4.5 4.9 وفي كمان اي شادوز فيهم 5 و5.شي شغل جرامز، يعني what you pay for you get double. بلاس مثل ما قلت السايز تبعهم كثير كبير، باليتات ما في باليتس هيك فيها اي شادوز كبار، والهايلايتر خلينا نجربه كمان ما بعرف اذا رح تقدروا تشوفوه ولا لا، فرح نزله بس باصابيعي. Oh God. Okay. ما بعرف إذا راح يبان. ما بعرف إذا راح يبان. على فكرة I didn't يعني I just tapped بس أخذت شوي. لأنه معمية بالنور فما عم بشوف كتير، إن شاء الله ما أكون عملت الضحك في حالي. It is awesome. Oh my God. اوكي اي لاف ات اني واي، فهيدا هو خليني بس فرجيكم اللون مره ثانيه، اسمه بيتش جاردنز، اتس بيوتيفول، عنده شي 3000 شيد تبعوا للسكين فروست والهايلايترز، كثير شيدز وشيدز فيري ويرد، يعني تو هير في على بيربل، في على مينت، في على ايس، في على يعني بتصور عنده شي 20 شادوز which is awesome. ولا شيدز مش شادوز سوري. ف وعنده انا اللي لقيت بس اثنين من هيدول، ما بعرف اذا في وحده كمان بالاول ولا بس هيدول اثنيناتهم التيو باليتس، مثل ما قلت وحده لإلي and one is a present. بلس عنده اللونج لاستنج ليبستكس، عنده ليب جلوسز، عنده ليب سكرابز، فالماركه كان بدي اشتريها بوقت ما اشتريت اللايم كرايم، بهيداك الوقت كانوا كلهم عم بيطلعوا، فانا فضلت اخذ اللايم كرايم واناستازيا بيفرلي هيلز وبريتي ليتل زومبيز، هيدول كلهم ذيز ار امريكان برودكتس، وهيدا ما بعرف كل ما عم اجلها كل ما عم اجلها، فمؤخرا ولا مش مؤخرا النهار الاحد ولا النهار الاثنين I placed the order and I'm extremely happy to try it. I hope you like the video. اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك يلي تحت وتشتركوا بالقناة، وراح اشوفكم فيديو جديد قريبا ان شاء الله، انه بدي اجرب هدول الباليتس. They're very pretty they're very pretty. ف again انا I'm sorry على وجهي اللي ما في ميك اب حتى حواجبي، منزله بس فونديشن وباودر وكونسيلر، وتمي منزله المايلي بارني انه شوي كثير عم بيقشروا كرمال الاكني ميديكيشن، وبشوفكم فيديو جديد. بليز هلا بدي اسال شو الماركات اللي بدكم تعرفوا عنها اكثر، شو البرودكتس اللي بدكم تعرفوا عنها اكثر، بدي اطلع وجيب هدول البرودكتس وجرب هون، بيعمل مثلا فيرست امبريشن شو هني، مثل هيدي ذيس از فيرست امبريشن اند از اوسم سو فار، بدي اجربها لاعطي رايي، بس الهايلايتر از ماجنيفيسنت اند اي لاف ات. طلعوا ما علينا، المهم don't mind my dirty fingers. فمثل ما قلت please اكتبوا لي الكومنتس، انا بقرا كل الكومنتات وبجاوب على كل الكومنتات no exception، لانه هيدا واجب ما عم بتجمل على حدا. فقولوا لي شو هني البراندات اللي بدكم تشوفون ولا بدكم تسمعوا ولا تعرفوا عليهم اكثر، شو هني البرودكتس من براند معينه، راح اطلع راح اجيبهم راح اجربهم، بنعمل مثل ما قلت first impression and then a review، وبشوفكم بألف خير. باي باي.